اسمي رابعة إبراهيم حسين حسن، هو اسم محلي طلب الأبيض، صالون طلب الأبيض للسيدات. طبعا بلشت أنا مشروع صغير وطورته بالقرض، القرض ساعدني كثير وعملت له جدوى. طبعا المبلغ شو أنا بدي أجيب بضاعة وشو أشياء، ودرست للمبلغ اللي بدي أخذه. اللي بده ياخذ قرض أنا بشجع يعني، بس بده يكون حاط بباله تسديد، يعني التسديد أهم من إنه أنا آخذ قرض خلاص أصرف المصاري أجيب بضاعة وأقعد، يعني مش إنه أشتغل. أهم إشي إني أنا أحط المصاري تبعون القرض إني أدفعه وأسدد. هلا أي مشروع، أي إنسان بده يتقدم لقرض لمشروع لأي إشي، يحط بباله بس إنه إرادة، يكون عنده إرادة وبعمل كل إشي بده.